السلام عليكم الاخوان، صافا مزيان لاباس عليكم؟ كنتمناكم كاملين تكونوا على خير وبخير. اليوم واحد الفيديو جديد غنصاوبو فيه الفوفيري، لانه بعض شي ناس كيكتب لي في كومونتير حق انت كتقطع ستيك ما كتقطع ستيك، سمت لنا شي حاجه اللي هي واعره شي حاجه اللي صعيبه ولا ما عرفتش. كل واحد كيفاش يقدر يكون كيبان له هادشي هو صعيب، ما نعرف لكن انا كيبان لي ساهل. وما قبل ما ننسى كنبغي نشكر الناس كاملين اللي تفاعلوا مع الفيديو اللي قبل هذا ديال ستيك، كنبغي نشكرهم. قبل ما نطول عليكم الاخوان نخليكم مع الفيديو. بالنسبه يمكن هاد الزاويه مزيان تبان مزيان، المهم من فوق باش تشدو هادوك الدراسه ولا ماشي شي حاجه اليوم بحال ما كاسوش الماشي هنا كتعمل باش الحال باش تجي كتجيب شي جوج بحال هذيك يكون عندها البلاصه باش كتضرب عليها كتخرج حيت الفوفي اللي ماخصوش يتفاس ماخصوش يتفاس هذيك اللي كتفاس من حتى يصير بالماء بالنسبة لهاد الضلوع الصغار تنعريو عليهم بالخوص هادو فروش وبالنسبة للإخوان الفيديو كنزربوه على حساب باش ما يجيكمش الفيديو طويل، باش ما ياخدش من وقتكم، باش ما يكونش واحد الفيديو ممل. داك الشيء راه باين شنو تندير. المهم ودابا بقى لنا غادي نصاوبو الفيسلي والفوفيلي ديالنا بالخيط وغادي نقيوه من هاد الجلود وغادي تشوفو كيفاش غادي يجي. Thank you.
لا سمعتي لا تخاف، سمعتي لا تخاف شي، أنا غير تخاف.